قصدي ايه؟ بس انا عاوز اقاطعك يعني بمناسبه تتوجه لوزير الثقافه برضو الهيئه العامه للكتاب مكتبه الاسره عندك في ايه تاني؟ في حاجات كتير جدا هيئة الكتاب صح هيئه طبعا. الكتاب ومكتبه الاسره والمجلس العام للثقافه محتاجين اهتمام لانه انا كل ما اروح الحقيقه الاقي انه في نقص كبير جدا جدا في الاصدارات وكاننا محتاجين ان احنا نعود لعصر ما قبل ثوره يناير يعني علشان الناس تهتم ولا سيما انه الناس التفتت لاهميه الكتاب والثقافه ففي مسؤوليه كبيره على الدكتور جابر عصفور الحقيقه انه يراجع كثير من الاهتمامات حاليا. انت شفت الطوابير ازاي طوابير كبيره جدا وعلى فكره في تقصير في مكتبه الاسره وهيئه الكتاب طبعا في حاجات عظيمه جدا موجوده وتراثنا موجود بشكل لا انا رائع. انا هخليك تتفائل اكتر واضح ان احنا غيرنا انا شايفه ان بقى زميلي حازم هو الناقد احنا ناقد بس كراسي وانت ما ترد عليه استاذ بس عشان تحتمل الصوره يعني عشان تحتمل الصوره بس احنا انا عارف ان قصدك ايه لكن السنه دي بجد انا يعني قعدت مع دكتور احمد مجاهد وازاي هم بيجيبوا ناس وخد بالك لما الناس الوزاره والحكومه تجيب ناس من بره الحكومة علشان تتكلم فده يديك على طول شيء جميل ان العملية هتطلع من فكرة انت لازم تبقى في الوظيفة الفلانية عشان تتكلم لكن سلسلة الاختراعات والابتكارات دي كانت حلوة قوي في دار المعارف عملنا حاجة اسمها على فكرة الكتيب بيبقى من 20 ل 25 صفحة وبيه من الالوان ومن الصور كثيرة جدا عشان يجذب ب 3 جنيه على فكرة في مكتبة الاسرة او 5 جنيه تقريبا كتاب من القطع الكبير في حجم المجله كده بيؤرخ للمصري القديم عايز اقول لحضرتك فنانين عالميين هم اللي راسمين الصور وحاجه انا قعدت على الكتاب قعدت اقراه في حوالي ساعتين 3 ساعات انا كنت حاسس ان انا لا انا هقول لك بقى انت ممكن دلوقتي بقى عن طريق السلسله اللي بتتكلم عليها معها ان انت لما تبص في الكتيب او لما ابنك او بنتك يبص في الكتيب 20 صفحه دي صور يعني تقريبا كل صفحتين هي دار المعارف عامله حاجه اسمها رحله مع دي سلسله احنا عملناها انا ودار المعارف بقى لنا سنين والكتيبات بتاعتها موجوده في المعرض ودي عباره عن رحله مع ايه بقى؟ كل كتاب رحله مع مثلا في رحله مع حروف اجدادنا القدماء تمام يبقى تتعلم هيروغليفي مثلا رحله مع مثلا الاعياد في مصر القديمه رحله مع الطفل المصري القديم الطفوله في مصر بتخاطب هذه الرحله يعني السن من سن كام المسموح لي ان يقرا هذه الناشئه الطفوله المراهقه وحتى ما في بعض الناس اللي في المبتدئين وكبار في السن وعايزين يبتدوا يخشوا في الهيروغليفي مثلا او يخشوا عشان يتعلموا مبادئ ما بقولش طبعا هيروغليفي الهيروغليفي عشان تتكلميه بالمناسبه لازم تتكلمي 6000 رمز عشان تقفي قدام لكن هي المعرفه المبدئيه الحروف تكتب اسمك ازاي ترسم طب جميل يعني بتخاطب كل الاعمار تقريبا بالظبط كده وفيها ورشه كمان يعني ممكن اعلمك ازاي بتاعت السلسله دي هل متاحه ولا برضه بتنتقد الاسعار لا 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 متاحه واتمنها تحفه عشان كده انا بقول لك السنه دي في تفاؤل كبير قوي في هذه المنظومه عندك كمان في السلسله دي في حاجه جديده عملوها في دار المعارف معانا ان احنا الصفحه عربي وترجمتها بالانجليزي في نفس الصفحه بحيث ان انت لو جاي من بره تقعد اسبوعين في مصر وعايز تاخد الكتيبات دي معاك امريكا او اوروبا او استراليا او اي بلد انت فيها وعايز توريها لحد بيتكلم انجليش او انجليزي فهتلاقي الترجمه اللي احنا عاملينها في نفس الصفحه جميل فدي برضو من ضمنهم اذا الابد متاحه متاحه في دار المعارف واتمنها تحفه مش هتصدقوا الطباعه يعني انا شخصيا لما جت اتطبعت السلسله دي انبهرت بالطباعه قلت لهم ايه ده مصر فيها طباعه كده حاجه رائعه حاجه رائعه فوق طيب كمان هل 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 الشخصيه المصريه القديمه ورثت يعني ده سؤال احنا سالناه في البدايه هل انت يعني يمكن زميل حاتم قال ان الجينات بتتوارث فعلا نتكلم على المدام تاني تقول انت جبار ايوه انت فرعون فهل فعلا هذه الجينات يعني لا زالت متوارثه فينا كاجيال حاليه وممكن نورث للاجيال اللي جايه ام ان شخصيه المصري القديم لا تزال في خيالنا هي اسطوره؟ بصي السؤال ده بتسأله كتير قوي من 2011 وطالع يعني ولسه هتسأله كتير في الفتره اللي جايه فتمالي دائما وابدا ناس حتى ممكن توقفني في الشارع او حاجه ويبداوا يفتحوا مناقشه معايا او امبارح في المعرض مثلا الكم الجميل اللي جه وبعدين عايز اقول لك حته الجينات بقى امبارح في المعرض واحنا قاعدين في قاعه ضيف الشرف
الايقاع فيها من 7 سنين لحد 60 وفوق 60، وكان فيها من متحدي الإعاقة، وكانوا منها من الناس كلها. فالجينات وازاي ان انت تقدر تستحضر الشخصية التاريخية عشان تقدر تتقدم وتعرض للدنيا كلها انا هعلمك ايه تاني. المصري القديم علم العالم، يعني مثلا المصري القديم علم العالم مثلا علم الطب، اخذوا منه اليونان والطبيب الشهير اليوناني جالينوس. وجالينوس ده اللي بعد كده العلماء المسلمين كانوا بيتسموا بيه، كانوا بيتلقبوا بيه، يعني العالم او الدكتور او الطبيب العربي او المسلم كان يطلق عليه مثلا من كتر ما هو تحفة وجميل وكده جالينوس العرب. فجالينوس دوت مثلا عنده حتة دراسة عن النبض ما حصلتش، فلما تبصي على جالينوس وتبصي على ابو قراط اللي هو يعني بقول انا للاسف ان احنا الحلفون اللي بتحلف، لا انا كمان عايز اشوف المصري القديم قال ايه عن الطب واستخدمه في كليه الطب، هتلاقي ان اليونان اخذت من الطب المصري القديم. وللاسف الشديد في بعض الاحيان، وده دورنا احنا بقى، ان بيحصل ان العالم الاجنبي بياخد منك وما بيقولش. يعني مثلا ويليام هارفي، ويليام هارفي لو قلت اسمه في اي حتة كافي طبي في العالم او في اي مؤتمر طبي هتبص تلاقي الناس كلها بتقول لك الدورة الدموية الصغرى، مع انها عندنا ابن النفيس، مع ان ابن النفيس هو اللي اكتشفها. نعم. وبالدوكيمنتس وبالوثائق. ويليام هارفي سرق الدراسة بالكلمة كده، سرق الدراسة. يعني اعتقد يبقى احنا بقى علينا دور هنا ان نروج لعلمائنا ونروج لاكتشافاتهم والابتكارات. بالضبط كده. فإجابة لسؤال حضرتك، السؤال بتاع اللي هو من أول 2011 دوت اللي بيتسئل، وده أنا عارف هو بيتسئل ليه. هو بيتسئل إن الناس كان عندها شوية قلق من اللي شافوه شوية في الشخصية اللي في الشارع أو الشخصية المصرية، أو حتة مثلا هل الألفاظ اللي احنا بنستخدمها أو العصبية اللي احنا فيها أو كذا. وكان ردي عليهم أوعكم تقطع من ان انتوا تقيموا المجتمع المصري في فترات عدم الاتزان. انت الان في فترة عدم اتزان بقالك 3-4 سنين، وهتقعد شوية معلش، ما هو التاريخ بيقول كده هوت برضو، يعني التاريخ بيقول ان الفترات دي ما بتنتهيش، هي جدعانة من مجتمعنا ان احنا ننهيها بسرعة، يعني ما نخليهاش مستمرة، ما تطولش. الله ينور عليك. لكن الجينات بتاعت الاختراعات وجينات المرأة العبقرية وجينات الفكر الثقافي، يعني مثلا لما تبصي على مصر القديمه تلاقي في حكيم اسمه عنخ شيشونقي، ده مش معروف كتير عنخ شيشونقي ده، بس ده شخصيتي المفضله في الحكم والاقوال. وامبارح في المعرض عرضت لهم بعض اقواله، اقوال عنخ شيشونقي يقول لك ايه؟ لا تبني فوق ارض مزروعه. خد بالك ده من 2000 سنة في واحد مصري بيقول لك الكلام ده، اللي هي وزارة البيئة دلوقتي عماله تصرخ بقالها كام سنة التعديات فوق. التعديات ومن نزيل التعديات على الأراضي الزراعية فكرة التجريف مثلا. له من أقواله قول شهير جدا، لا تقتل الثعبان وتترك ذيله. الذي يلدغ من الثعبان يخاف من الحبل الملفوف. شوف اللي هي احنا اللي انت ممكن تاخدها بالطرافه المصريه الجميله. بس انا عايزه اقول بقى على حاجه، طالما ان كان في من يقول لا تبني مزروعه، يبقى كان في ناس بتتعدى وتبني على الارض المزروعه. يعني ده كان موجود. انا بشكرك يا مها ان انت قلتي كده. ليه بقى؟ لانك فكرتيني بحاجه مهمه جدا، ودي اللي ابتديت بيها محاضره امبارح وكانت شبه مفاجاه بالنسبه للحضور. انا بقول لهم يا جماعه، انا بقى لي 25 سنه بقول للعالم كله عن مصر، مش عشان اقول لكم ان الماضي دوت كان كله تحفه، لا، ومش كان ان في مجتمع ما كانش، ما فيش حاجه اسمها مجتمع يوتوبيا. ما لازم في حد يغلط عشان حد يصحح له هذا الخطا. لا، في يوتوبيا. وعنخ شيشونقي ذات نفسه كان بيكتب الاقوال والحكم الرهيبه اللي انا شخصيا مؤثره فيا، انا شخصيا في حياتي العامه، وهو في السجن مسجون لانه اتظلم في حاله معينه في القصر وكده. فانا اقول لك لا طبعا كان هناك غلط، وكان ده احنا عندنا نص واحد قاعد مع ابنه بيقول له اراك قد تركت اللوح، الرجل قد تركت اللوح، سبت الكراسه بتاعتك، سبت المدرسه، سبت التعليم، احذر لن يفيدك ان يخشى عليك بعد ان تكون قد ذهبت الى المخور. يعني ده ابن
ابنه ومش عايز يذاكر، وعندنا حاله من ابن ساب المذاكره وراح المحور. فابوه عرف فمسكه عشان يديله النصح. عندنا نصيحه ثانيه بيقول عندنا بيت حتف وعندنا اني هؤلاء الحكماء العظام قاعد مع ابنه الحكيم المصري القديم بيقول له ايه؟ احذر من المراه الاجنبيه فاغوار مياهها عميقه. احذر من المراه التي لا يعرفها احد في القريه فسوف تغريك بالكلمات وكذا. وعندنا حاجات بالمنظر ده. يعني احنا عايزين نطمن بقى الناس، لا احنا وارثين الجينات بالكامل من تاريخ الفراعنه سواء من الناصحين او الذين كانوا يحتاجون النصيحه. انا عايز اقول زمان بالنسبه للبناء، يعني كان المصري القديم بناء بطبعه، طول ما هو قاعد عمال يبني وعمال يحفر في قنوات وترع ومصارف مائيه وري. صحيح. هو الذي اخترع الشادوف. ده انا وريته امبارح صوره ملونه من ايام العمارنه، من ايام عرنه المنيا العظيمه، المنيا اللي لازم تاخد حقها سياحيا. جبت لهم منظر لشادوف وقلت لهم ان في موسوعه جينيس للارقام القياسيه، وهي موسوعه جينيس وليس جينيس. فقالوا ان اقدم اغنيه غناها البني ادم كان اغنيه اسمها اغنيه الشادوف، اللي هي الاغنيه بتاعت الفلاح المصري وهو بيعمل على هذه الاداه. وعشان ابهرك اكتر واقول لك ازاي احنا بارين العالم، انا وانا في متحف فيلز في شيكاغو في وكاله الينوي في الولايات المتحده الامريكيه، لقيت الامريكان عاملين شادوف وترعه صغيره وجايبين فصل ست سبع سنوات 2x2. كل المدرسه بتطلع الطفل الامريكاني يجيب الشادوف ويشغله ويحط الميه في الترعه علشان تعلمهم ازاي اول اداه ري في التاريخ اشتغلت. دي امثله المريخ ووسط القمر لسه بيدرس الشادوف، اللي للاسف الشديد احنا برضو اطفالنا عايزين نعرفهم على الشادوف، فده برضو مهمتنا احنا. فالحقيقه زي ما بقول لك. وبعدين هم السنه دي بصراحه يعني عاملين المجهود. تخش المبنى بتلاقي سينما كبيره ضخمه جدا، شاشه سينما ضخمه فيها كل الاحداثيات اللي بتحصل قدامك دلوقتي. دلوقتي يعني لو انا بدي المحاضره فوق، الصور اللي انا بستخدمها في المحاضره تنزل في الشاشه تحت. يعني في كاميرات في القاعات المختلفه وبيتم عرضها بشكل. هي انا هقول لك بتعمل ايه. هي الاستاذه بتاخد مني الصور عن طريق الايميل، تروح منزلاها وروح منزلها الاعلان بتاع المحاضره. فاللي داخل ما يعرفش ان بسام فوق يعرف ان بسام فوق في القاعه الفرعونيه مصر القديمه. طيب يعرف عن الاستاذ حاتم بيتكلم عن الشعر، الاستاذه ما بتتكلم عن الكيمياء، يروح في الحته اللي هو عايزها طبقا للاحداثيات اللي بتحصل قدامي. حتى انا قلت لها انا عايز احط، قالت لي تحب تحط موسيقى كمان والصور بتعمل، قلت لها يا ريت جيبي لي موسيقى الهارب، لان موسيقى الهارب هي اداه مصريه قديمه وليست يونانيه. فلعبت موسيقى الهارب. ما عندكش فكره انا شخصيا واقف قدام الانجاز دوت مبسوط جدا. اخيرا عايز اقول لكم على حاجه بالنسبه للانجازات. البيروني قال في احد المخطوطات يوجد ارض يابسه خلف بحر الظلمات. بحر الظلمات دوت اللي هو المحيط الاطلنطي. يبقى البيروني هو اول من قال ان هناك امريكتين. بيري ريس الرجل الرحالة الملاح العثماني الرهيب اللي مدينيا اسمه بيري ريس او بيري رئيس، راسم خريطة لامريكا وبها ناس عرايا بيجروا مع الابقار والماعز. انت بتتكلم على قبل يعني فين بقى كولومبوس وفين كده وانت رسم خريطه للناس جوه امريكا. اكتشف الامريكتين. يعني احنا اكتشفنا كان اسبق كمان. ما دي اللي انا بقوله لك. فطول ما انت هتقولي القصص بطريقه لطيفه. ولذلك اخيرا انا طبعا مره ثانيه بدعو الناس كلها يوم 14 يوم الحب يشرفوني في دار الاوبرا. ايضا دار الاوبرا مديانا قاعه تحفه والناس بتخش مجانا وباي اعداد. في سينما الهناجر هيلاقوا قاعة تحفة كراسي مريحة جدا. هنعمل فيها محاضرة اسمها الحب في مصر القديمة من 5 لـ7 بعد الظهر. هنشوف بقى الشخصية دي كانت بتحب بلدها ازاي، تحب امها ازاي، وهيحب ابوز يعني يقول ايه. من ضمن التسميات اللي سماها المصر المصري القديم تامرت. تا يعني ارض بالهيروغليفي، مرت يعني محبوبة. تامرت يعني ارض محبوبه. الله بعديها بكام سنه ورحت قايله على بلد المحبوب والديني. دي الجينات اللي انت بتتكلمي عليها، اللي هي فكره ان انت مهما حصل انت حابب الارض ديت. ولذلك لما تيجي تبقى فيها ما تلاقيش غير حاله او حالتين من الهجره. ما تلاقيش ان مصر دي حته مهمه يا جماعه، ما فيش ناس بتتكلم عليها كتير. مصر القديم ما هاجرش. يعني بيحب ارضه. بالظبط كده. المملكه بتاعته كانت كبيره قد ايه؟
يعني انت عندك تحتمس الثالث اللي احنا قطعا بنسميه تحتمس الثالث وصل لغايه فين؟ لغايه نهرين ولغايه ميزوبوتاميا ولغايه فوق خالص في سوريا او الشام العظيم. ده يا استاذ حسين كمان في كان في معتقد مصري قديم ان مصر الارض المصريه ارض مقدسه حتى لو جخلت الارض المقدسه بغيرها من الاراضي غير المقدسه. ما ينفعش لان هو عشان كده حتى يعني حتى في تفاوضنا مع اسرائيل في حرب 67 73 كان على هذا الاساس انه الحدود المصريه هي اثبت حدود على مستوى العالم. يعني ما فيش ما اتغيرتش من ساعه ما ربنا انشا الحضاره المصريه. كمان انت كمان لازم تبقى فخور بجد يعني فخور بالانجاز بتاعك زمان واستحضره عشان تبقى فخور بانجازك دلوقتي. يعني مثلا من ضمن الاشياء ان هو لما راح هناك لقى نهر في اسيا وهو في الغابات بتاعته تحتمس الثالث لقى نهر بتجري المياه بتاعته من الشمال للجنوب. ده العادي العادي بتاع كل الانهار يعني. احنا عندنا اللي مش عادي. لكن هو من كتر ما هو براود من كتر ما هو فخور بنهر النيل قال ايه؟ اطلق عليه اسم اطلق على النهر ده اسم المياه التي تجري عكس الاتجاه. يعني انا الاتجاه اللي تمشوا عليه مش احنا اللي نمشي على الاتجاه رغم ان الدنيا كلها ماشيه اتجاه وانت لكن نهر النيل هو ده اللي يتعامل عليه. ولذلك الفرس بصوا يا مصريين بصوا تعاملكم مع نهر النيل. الفرس كانوا يبعتوا المراسيل الناس عشان تجيب مية نهر النيل علشان يحطوها في قارورات علشان يحطوها مع الكنوز بتاعتهم. يعني الكنز الفارسي كان من بتاع فارس كان من ضمنه مياه نهر النيل. طيب احنا عايزين نقول لمستمعينا الكرام ان الحب في مصر القديمة هيكون عنوان لقائنا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. يعني وهو عنوان المحاضره اللي هتكون يوم 14 فبراير وهيكون لنا حديث فيها ان شاء الله. اذا كان التاريخ يختار مصر علشان يشرق فيها فجره واذا كانت الحضاره المصريه القديمه اختارت برضه الحضاره عموما اختارت مصر عشان تشرق فيها شمسها فالمصريين اولى بان يلتفتوا لهذه الحضاره ويلفتوا نظر العالم اجمع ان احنا مهد الحضاره ومهد التاريخ وستظل مصر دائما معلمة للدنيا حتى لو تعرضنا لفترات من الفتور والكسل. شكرا جزيلا لكل سماع كنت معنا وعلى ونورتنا الحمد لله على السلامة يا الله يسلمك شكرا استاذ حسين شكرا